محاولة القتل غي عمر ولدي بقي الله نطوره. الولد عنده سوابق، هذا الثالث من ولدي اللي ضرب ولدي، هو الثالث. ولدي مشى من هنا ميت، لو كانت حالة الضرب والجرح من ولدي تخيط هنا في قاسم، ما يتخيطش في السويسي. راه ولدي ضاع ليا، راه عندي معاقة هي غدخل تشوفها، وزادني واحد معاق. السلام عليكم ولدي، كنشكر القناة اللي جات لعندي، كنشكركم بزاف على الطلب اللي طلبتوه اديتوه ليا، الله يرحم الوالدين. انا اليوم عندي شكاية نتاع ولدي، كان خلاف هو ولد جيراننا. ولدي خرج للقهوة نهار 10 في شهر 6، خرج للقهوة الولد بقى حاضيه، ساعة اللي خلط عنده القهوة جبد عليه الجنوي، بقى ولدي هارب له هو تابعه، بقى كيضرب في ولدي، طاح ولدي على وجهه في القهوة، بقى تيضرب فيه بجنوية كبيرة، بقى كيضرب في ولدي، 5 نتاع طعانات اللي طعن ولدي، 2 في الراس، 3 في الكتف، الصور عندي وكل شيء عندي. اليوم انا كنطلب من حق ولدي، بغيت انا حق ولدي. كان نقاش بيناتهم ولاد الجيران تناقشوا بيناتهم عادي، كان نقاش بيناتهم. لا ولدي عنده 17 عام، الدري عنده 22 عام. نقاش بيناتهم دابزو، دخلوا الناس بيناتهم، دخلوا بيناتنا مصالحناهم، الدري بقى حقد على ولدي. نهار الباك ديالو، نهار الاول الباك ديالو، خلط على ولدي القهوه، جاب لي عطى ولدي، عطاه ضربه القتيله، محاوله القتل غير عمر ولدي باقي الله نطوله. هزيت ولدي من هنايا ديريكت للطبيب سيدي قاسم، منهم ديريكت سيفطوني للسويسي. وصلت للسويسي، دخلوا ولدي السكانر، دخلوا للعمليه، بقيت يومين وانا في السويسي. نهار ثلاث ايام عاد خرجت، ساعة اللي خرجت لحالات ولدي، اليد ديالو مقيس لطلع، جوج ضربات في الراس وثلاثه ضربات في الكتاف، وحده هنا وحده في اللور. ساعة اللي طاح ولدي بقى كيضرب فيه، لدرجه تقاتلو الضلع. غير تناقشوا، قال لي حسبت له ولدي ما كي ولدي ما كيجلس معاه، ما كيجمع معاه، تناقشوا بيناتهم، صافي حكاها في ولدي. حدا ولدي حتى النهار دوز النهار الاول ديالو نتاع الامتحان، في العشيه خرج القهوه تبع ولدي القهوه، تخبع له حتى ولدي واقف باش غادي يعيط على الولد يمشيو للجامع، تخرج لهم تحت الطوموبيل بالجنويه ديالو. عندنا تسجيل الكاميرا، عندنا شهاده نتاع مول القهوه، راه في الوراق كلشي كاين، هادشي كل دينا به الوكيل الملك، كلشي كاين. الشهاده الطبيه فيها 45 يوم ومفتوحه صالحه للتجديد، من السويسي جبتها هي فين هي، كلشي كاين. الملف نتاع ولدي، راه الولد عنده سوابق، هذا الثالث من ولدي اللي ضرب، ولدي هو الثالث. ياه والدراري بجوج ولاد الحومه، ولدي هو الثالث. الدري تيخو تيمشيو تيدوز التقرير وكيجي بحالو كيبقى يكزر في عباد الله. تقدم داك النهار تشد، انهم تيقولوا قدم راسو، انا في الدوسي كنشوف كنقول لك الشرطه شدوه. تشد هذاك النهار في الليل، بات عندهم لغد ليه. فاش مشيت انا وياه دخلنا عيطوا لي من البوليس، جيت عندهم الكوميساريه، طلعوا هما، طلعت خلطت عليهم، دخلوا عند الوكيل، تبعته انا ورايا، قلت له سيد الوكيل انا حق ولدي ما يضيعش. وديت الوكيل التصاور، ديت له الوراق، مشيت بحالاتي. كنتفاجئ دابا تيدوز الجلسات، كندوزو الابتدائيه دابا شهر هادي باش تضرب ولدي. الضرب والجرح عطاوني ندير الخبره، عندي نهار جمعه في مكناس محمد الخامس. دابا في الدوسي مثلا قرا الدوسي تيلقى الضرب والجرح، محاميين بجوج كيطلبوا الجناء باش يمشي انا كنطلبوا اللي يمشي للجناء. هاد الولد دار ولدي الحاله، واش هاد الحاله نتاع الابتدائي؟ نتوما كتشوفوا قدامكم، الا كانت الحاله نتاع الابتدائي انا راضيه بحكم الله. هاد الحاله نتاع ولدي ماشي الضرب والجرح، هاد الحاله نتاع ولدي محاوله القتل. ولدي مشى من هنا ميت، لو كانت حاله الضرب والجرح من ولدي تخيط هنا في سيدي قاسم، ما يتخيطش في السويسي. الضرب والجرح انا نخيطو تخيط غير فرم ليا اللور من الخلف. طاح ولدي هو تيضرب فيه، وكانت الضرب والجرح يتخيط غير تخيط غير في سيدي قاسم، تخيط غير اللي كدوز الطاج على الاقل كاع. الطبيبه وصلت عنده ديريكت، قالت لك هذا السويسي ما يبقاش عندي هنا. الدري مشى ميت ولدي، ولدي عماد يقتلو، عماد شي ضربو، عماد يقتلو، غير عمرو باقي طويل. ما دوز لا امتحان لا والو. نهار الاثنين اللي دوز، نهار الاثنين اللي دوز راه النقط ديالو، راه صفطوا له نتاع نهار واحد، راه النقط ديالو مشالو الباك، مشالو كلشي، مشالو 12 عام وانا تنخدم على هذا الولد باش نوصلو لهذا النهار الباك. 12 عام وانا تنخدم عليه، خدو انا ما عنديش اللي يخدم عليا، انا كنخدم على ولدي بدراعي في الديور، نخدم في الديور، نخدم في قهاوي، نخدم في العرس باش نكبر ولدي ونلحقو ربي احسن تربيه. ولدي ما تيكمي، ما تيشرب، ما تيدير حاجه، مدرسه، الدار، لاصال، مع الا كانت عنده شي حاجه مع صحابو غيديرها. ولدي بلاصه ما تيخرجش كاع، تيعمرش مع الاولاد، ما تيترافق مع خايبين، ما حتى حاجه. حنا قدام فين البلاصه اللي دخلنا منها، قدام الدار.
انا كنطلب هذا السيد، انا كنطلب، انا كنطلب من القضاء، وكنطلب من كل من شاف الملف نتاع ولدي اللي بعين الرحمه فيا وفي ولدي. راه ولدي ضاع ليا، راه عندي معاقه هي غدخل تشوفها، وزادني واحد معاق. واش انا باقا صغيره عاد نزيد نخدم؟ انا خدمت ما فيه الكفايه باش نكبر ولادي ونربيهم بالتربيه الحلال ونربيهم مزيان باش ما يأذيوش الناس. اليوم زادني واحد على واحد، انا غير مره تنخدم غير في الديور، ما عنديش اللي دخل عليا حتى لي كوش واحد لبنتي، ما عنديش اللي دخلوا عليا. عندي معاقه وزادني معاق، زادني الولد ما كيقدرش يدخل تيدو واش يدو ما تيرفدهاش، ما تيقدرش يخرج للشمس، كيخرج للشمس كيغيب، كيجي الدوخه تيغيب. شنو غندير دابا انايا؟ شنو غندير؟ واش نخدم واش نقابل الولد؟ اليوم نهار تضرب ولدي وانا غير جالسه ما خدامه ما والو. شكون المعين ديالي انا ولادي؟ انا معيني الله، معيني الله، وكنطلب من الله، وكنطلب من اللي عنده الملف ولدي يوقف معايا. كنطلب من سيدنا الله ينصر سيدنا. حنا ما عنديش شك في القضاء، ما عنديش شك في القضاء. انا كنشكر القضاء وكنشكر جميع اللي واقف على الدوسي ولدي وجميع اللي سهر على الدوسي ولدي، راه في يديهم الملف، وكنطلب منهم يشوفوا بعين الرحمه في ولدي وفيا. راه فاش تضرب ولدي راه جالو من الخلف وتخبع له، تخبع له حدا الطوموبيل، ومش داز عندي بقى تيتخبع وكيدوز من هنا ودوز من هنا باش خرج عند ولدي، ما خرجلوش مباشره، تلبد لولدي وخرج له. راه كلشي عندي في الوراق، وخرج وضرب ولدي. انا كنشكر القضاء اللي واقفين معنا، كنشكرهم. ما عنديش شك في القضاء، ما عنديش شك في القضاء، ما عنديش شك في القضاء. وكلشي عندي الملف عندي، راه ما خرجش لولدي مباشره، تخبع له تحط الطوموبيل نتاع السيد وداز له منه، داز له من ولدي هارب وهو تابعه. كلشي مصور، عندي تسجيل تاع الكاميرا تاعهم، عندي الشهاده نتاع مول القهوه. كنشكر من تنطلب من سيدنا، وكنطلب من سيدنا الله يبارك لنا في عمر سيدنا ويخلينا سيدنا. حنا ما عندناش شي حاجه من غير سيدنا، وما عندناش حاجه من غير القضاء. انا امري كله لله والقضاء ولسيدنا.